الحلقة دي ممتعة وفيها أشياء غريبة وعجيبة، وفي آخر الفيديو في قصة موقف حصل. نبتدي بالمستشار أحمد عبده ماهر، كتب: أليس عجيبا أن تكون خريجات مدارس الراهبات أفضل من خريجات المدارس الأخرى علما وأخلاقا، ثم نقابل ذلك بتكفير الراهبات والقساوسة؟ طبعا جاله تعليقات كتيرة، منها فاطمة نعود كتبت: تعليم الراهبات أرقى تعليم في العالم، أخلاق وتعليم أكاديمي وتهذيب. فسحر ردت عليها وكتبت لها: صدقتي يا أستاذة فاطمة، لأن مدارس الراهبات بيطبقوا كلام الكتاب المقدس اللي بيقول: أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، في إنجيل متى الإصحاح الخامس. تعليم يدعو إلى التسامح والمحبة والسلام، وده هو تعليم الكتاب المقدس، الله محبة. وحضرتك برضو من أرقى الشخصيات، تحياتي لحضرتك. رجاء كتبت: لأنهم يتعلمون أولا دروسا في محبة واحترام الغير قبل المؤهل العلمي. باركك الله سيادة المستشار. علي كتب: صدقني يا دكتور، في كل زمان ومكان، أضف إلى ذلك تعاملهم أصدق، غالبا لا يسرقونك عين عينك مثل جماعتنا، لا يغتابوا، وهم بالنسبة لي من أنضف وأطيب وأقرب الأصدقاء بمعنى الأصدقاء. أنا بدأت أفهم السبب بعد أن فهمت منك إزاي الدين وصل لينا مشوها ومتضارب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. محمد كتب: الإخوة المسيحيين هم ملح الأرض وهم بيضة القباب، أخلاقهم عالية ومصداقيتهم عالية، محبون للغير وعندهم وضوح عالي في التعامل اليومي. إيمان كتبت: دي حقيقة فعلا، مدارس الراهبات ليس لها مثيل، ويتسابق على دخولها المسلمون قبل المسيحيون. مجدي كتب: إنها المفارقة العجيبة يا سيادة المستشار، من يمد يده بالحب والخير يكون كافرا، ومن يمد يده بالقنبلة والحزام الناسف يكون مؤمنا، من له أذنان للسمع فليسمع. ليلى كتبت: لأن المدرسة أساس، ومدرستهم هي مدرسة المسيح المحبة. محمد سالم كتب: الحمد لله أني اخترت لبناتي مدارس راهبات، منتهى الجمال والرقي، أفضل اختيار. جيهان كتبت: قرأت في أحد التعليقات اتهام مباشر بأن المسيح كافر ويعبد ثلاثة آلهة، بين قوسين ثالث ثلاثة. أود التوضيح للجميع بمعتقد الإنسان المسيحي، محاولة مني لتبسيطه للجميع. مفيش مسيحي بيعتقد أن الله ثالث ثلاثة، دي خديعة انتوا واقعين فيها. الاعتقاد المسيحي ان الثلاثة في واحد، اي ان الله الواحد له ثلاثة اقانيم. هحاول اقربها لك، اعتبر انها ثلاث صفات لشخص واحد. انت كمسلم هل تعبد 99 اله؟ بين قوسين يعني مقصود بيها اسماء الله الحسنى. هل اتى لك يوما مسيحي قال لك انت كافر بتعبد 99 اله؟ بالطبع لا، لأنه يعي تماما أنك تعبد إله واحد له 99 اسم أو صفة. فلماذا سيادتك تدعي على المسيحي أنه أشرك بالله بالرغم من أنه موحد بالله؟ الله واحد كالشمس، الشمس واحدة من حيث الجوهر، وفي نفس الوقت تحوي القرص والشعاع والحرارة. وأيضا الله خلق الإنسان على صورته ومثاله، وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، في سفر التكوين الإصحاح الأول. فالإنسان واحد يحوي ثالوثا، ويتمثل الثالوث الإنساني في الروح والنفس والجسد. لقد قصد الله أن يكون أكبر شاهد لذاته هو الإنسان، ولذلك جبله على صورته ومثاله. نيجي لنشوى العناني، نشرت البوست بتاع النضر ابن الحارس، كتب: إذا كنتم تريدون أن تعرفوا الحجم الانحطاط العقلي الموجود حاليا عند خير أمة، فعليكم بقراءة تعليقاتهم وآراءهم عن إعصار فلوريدا. وفي التعليقات
حد نشر الصورة دي تفسير المسلمين للكوارث الطبيعية، اللي على اليمين سبحان من أرسل عليهم ريحا صرصرا ليذوقوا العذاب في الدنيا والآخرة، أما اللي على الشمال يريد الله أن يأخذهم لجواره، فكم جميل أن تموت في البيت الحرام وفي الشهر الحرام. من ناحية تانية نشرت برضو نشوى العناني البوست بتاع أنا مسلم، سألوا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هل هناك امرأة أقوى منك؟ فأجابت نعم. قالوا مين؟ قالت لهم من صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها، فقيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي. فعلى أحمد حمدي على البوست بتاع أنا مسلم ده، طب بس بقى عشان هعيط يا سلفي. نيجي بقى الدكتور خالد منتصر وتعليقاته المثيرة، نشر البوست ده من شبكة أخبار اللاذقية من الحدث إعصار مدمر يضرب أمريكا، إعصار ميلتون المدمر يضرب أكثر من 6 ولايات أمريكية وأكثر من 250 قتيل و700 مفقود كحصيلة أولية إضافة لخسائر بالمليارات وانقطاع الكهرباء. سبحانك ربي يمهل ولا يهمل. أيضا نشر البوست ده لواحد تاني، إعصار مدمر في أمريكا، الله أكبر ولله الحمد، اللهم امسحهم من على وجه الأرض واحفظ المسلمين، قولوا آمين. فالدكتور خالد منتصر علق وكتب بيقولوا إن إعصار فلوريدا هو عقاب رباني للقفرة، على أساس إن زلزال تركيا وسوريا كان وصل الدلع وجلسة مساج وجاكوزي للمسلمين. طبعا جاله تعليقات كتير منها فاطمة أعوذ بالله من حقد الناس دي. فالدكتور خالد رد سواد وغل بشوي كتب بالمناسبة تم إخلاء كل مدن مسار الإعصار، مع العلم أن مدينة تنبا بها واحدة من أكبر الجاليات العربية بين قوسين المؤمنة في فلوريدا. وحيد كتب وغرق ليبيا العام الماضي، ده كان إيه؟ على فكرة معظم سكان فلوريدا من المهاجرين. يعني كتبت كمية دعاوى وشماتة وفرح غريب ما شفتهوش عند أي فئة من البشر غير الفئة دي، ده غضب الطبيعة، يعني وارد يلف علينا يلف على أي بلد، ربنا يستر علينا من شماتتهم، لا يحصل لنا حاجة من كتر الشماتة ونروح في الرجلين احنا. علاء كتب أول مرة اتفق معاك في عنوان البوست فقط، فعلا الكوارث الطبيعية تحدث في أي مكان في الأرض، إندونيسيا وتركيا وإيران وسوريا وأمريكا بالذات تشتهر بالأعاصير نتيجة موقعها الجغرافي بين محيطين، والأعاصير والدوامات تنشأ عادة نتيجة اصطدام الهواء البارد مع الهواء الساخن خصوصا عند الخريف مع تغيير الضغط فينشأ عنها أعاصير. والكاتب المهم ان السلطات حذرت من الاعصار بقالهم كام يوم، يعني عارفين ربنا بيفكر بيه، ربنا شوية شوية بتتكشف نواياه. سمير كتب ولا التسونامي اللي ضرب اندونيسيا المسلمة منذ سنوات وراح ضحيته الالاف من الضحايا وشرد ملايين. احمد كتب عموما سواء للكافرين او للمسلمين الظواهر الكونية من ايات الله وجنده، والمفروض انها تكون للتخويف والإنذار مش مادة للسخرية والاستهزاء، قال الله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. عاصم كتب فعلا دايما هيك بس تصير معاهم بيقولوا ابتلاء، بس تصير مع غيرهم يمهل ولا يهمل. من ناحية تانية نشر الدكتور خالد منتصر البوست ده من تليجراف، عاملة بتكنس وقت العملية، خطأ يقول دكتور قلب شهير وابنه للنائب العام، بلاغ يتهم طبيبا شهيرا وابنه الطبيب الشاب بخطأ طبي، وهذا ما جاء فيه أثناء تركيب دعامات لمريض انكسرت إحداها داخل شريان، فشل الطبيب في نزعها وأحدث ثقبا بالقلب. خلال العملية لاحظ المريض عاملة نظافة تكنس الغرفة،
ترك ابنه يدير العملية ردا على الهاتف بشكل متكرر، أخفوا عنه تقرير حالته مما تسبب في تدهور صحته، وخضع لجراحة قلب مفتوح ببريطانيا بعد خطأ العملية. والدكتور خالد علق على البوست وكتب: البرامج الطبية صارت تقتل المرضى، كارثة حاتم. كتب في التعليقات: الراجل توكل على الله وساب ابنه يكمل، يعني ما قصر. وكذلك يجب أن نوجه له الشكر للمحافظة على نظافة غرفة العمليات وكنسها المستمر قبل وبعد وأثناء العملية، يعني من الآخر خدمة سوبر ستارز. عايزين ايه بقى؟ روماني كتب: ايه الاهمال والاستهتار ده كله، مش ناقص غير يطفوا السجاير في القلب وهم شغالين. دكتور خالد رد: البوطين الايسر طفاية. رحاب كتبت: بس ازاي المريض شاف العاملة بتكنس والدكتور بيتكلم في الموبايل اثناء العملية، مش القلب المفتوح بيحتاج تخدير كلي؟ فالدكتور خالد صحح لها المعلومة وقال لها دي كانت قسطرة وتركيب دعامة مش قلب مفتوح، قلب المفتوح ده عمله في بريطانيا. احمد كتب: اكيد الممرضة كانت منتقبة وكان في 2 محجبات في الاوضة اللي جنبهم. ايضا نشر الدكتور خالد منتصر البوست ده: بعد ان عرف طبيب الاعجاز ان المريض قد اكتشف خديعة اخفاء الدعامة المكسورة بواسطة الاطباء الانجليز، كتب له: ليست يدي هي التي أدرت عملية القسطرة، لكنها يد الله. وفي التعليقات نشر البوست ده هوت ياسمين عز: المرأة المتزوجة شعرها بيطول لما جوزها بيبوسها من رأسها. أيضا نشر الصورة دي بدون تعليق. أكرم علق على خبر الطبيب وكتب: يعمل المصيبة وعاوز يلبسها للذات الإلهية، أستغفر الله العظيم، مش ده يبقى نوع من الكفر؟ أيضا كتب الدكتور خالد منتصر: الوظيفة مراقب ابتسامات الموتى في العناية المركزة، بقاله 28 سنة عناية مركزة واكتشف اكتشافا طبيا رهيبا، هو أن الميت المؤمن الورع التقي يموت مبتسما. يا دكتورنا ويا أستاذنا العزيز، ألم تسمع حضرتك في دروس مادة الطب الشرعي عن تشنجات العضلات بعد الوفاة بين قوسين اللي هو التخشب الموتي؟ وهي باختصار بعد الوفاة يبدأ الجسم في الدخول في مرحلة تعرف بالتخشب الموتي، وهي تشنج العضلات نتيجة توقف العمليات البيوكيميائية في الخلايا. في هذه المرحلة قد يحدث تقلص للعضلات الوجهية بما في ذلك العضلات التي تتحكم في الفم والشفتين. إذا تقلصت هذه العضلات بطريقة معينة فقد يبدو الوجه وكأنه يبتسم. هذه التشنجات العضلية ليست تعبيرا عن مشاعر أو حالات ذهنية، بل هي نتيجة طبيعية لانخفاض مستوى الأكسجين وتوقف التحكم العصبي في العضلات. يعني يا أستاذنا أبو لهب الكافر مات مبتسما، وجيفارا الشيوعي لجثته صورة شهيرة وهو مبتسم، وقساوسة وحاخامات وكهنة بوذيين إلى آخره لهم صور كثيرة ماتوا مبتسمين نتيجة هذا الريجور مورتيز الذي يحدث بعد الوفاة، والذي ظننته لمدة 28 سنة أثناء بحثك عن ابتسامات الموتى في العناية المركزة من الذين كانوا يحتاجون إلى رعايتك لهم وليس لإثبات الإعجاز العلمي من خلال جثثهم. ثانيا، جملة يذوق الموت دي قديمة جدا ومستخدمة في تراث وأشعار وكتب مقدسة ونصوص قديمة سابقة على ظهور الإسلام، ولم يذكر أحد أنها إعجاز علمي عبقري كما ذكرت حضرتك بمنتهى التعسف والافتعال. هقولك على حاجة واحدة عشان أحذرك من التلاعب بحكاية الإعجاز العلمي في الأديان دي. تعرف حضرتك أن تذوق الموت ده ذكر في العهد الجديد؟ خد عندك، تحديدا في رسالة العبرانيين الإصحاح 9 نجد: ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت لكي يذوق بنعمة الله
الموت لأجل كل واحد. في هذا السياق يشير النص إلى أن يسوع المسيح ذاق الموت من أجل خلاص البشرية، مما يعني أنه اختبر الموت فعليا نيابة عن كل إنسان. يا أستاذنا بلاش اللعب في المنطقة دي، هترد في صدرك للأسف. صدقني كل الكتب المقدسة ما فيهاش كلام عن جهاز المناعة ولا النسبية ولا قوانين الحركة ولا فيزياء الكم. ريحوا نفسكم، القرآن كتاب هدى مش مرجع طبي، والإنجيل والتوراة وحكم بوذا إلى آخره كلها أخلاقيات وما فيهاش نظريات فيزياء ولا كيمياء. مجدي كتب في التعليقات: أرجوك بلاش تداخل في الاختصاصات، الطب الشرعي ده بقى ملعبي وأنا استشاري أول بيه. فالدكتور خالد رد عليه قال له: قول له يا دكتور مجدي أكيد شفت الجثث كتير بتبتسم من غير إعجاز. فكتب: أؤكد أنا دكتور مجدي الشماع استشاري أول طب شرعي له خبرة من العمل ناهزت 30 عاما في مصلحة الطب الشرعي، باشرت وعاينت وشرحت الآلاف من الجثث. أؤكد بأن كل ما ورد على لسان دكتور خالد منتصر هو كلام طبي علمي صحيح. محسن صوار كتب: عايزين نشوف شارون لما مات، وهل نتنياهو لو مات مبتسم بعد المجازر دي هيكون ولي من الصالحين؟ فالدكتور خالد رد عليه قال له بصوت فريد الديب: أمال؟ إخلاص كتبت: ربنا يحافظ عليك، أنا أول مرة أعرف معلومة التخشب الموتي، وفي بعض الأحيان كنت بفتكر زي الفيديو إن ده سلام وإيمان من الشخص المتوفى. شكرا على التنوير دكتور خالد. نيجي لبعض الأخبار العادية بقى والمثيرة. تزامنا مع صبح كابر، الشيف بوراك يعلن افتتاح أول مطعم ليه في مصر. أيضا كلية طب سوهاج: رسوب أكتر من 80% بالفرقة الأولى لكلية الطب بسوهاج، 75 طالب بس اللي نجحوا في الدفعة كلها. عجبتني قصة الأستاذ نبيل أندراوس نشرها على حسابه على الفيسبوك فقلت أشاركها معاكم. بتقول القصة: هي قصة حقيقية حدثت في الفيوم في شتاء قارس حوالي 1910. في يوم أتت أرملة فقيرة من شعب الفيوم في المساء إلى سمعان الحارس الجالس على باب مطرانية الفيوم في خدمة الأنبا إبرام وسألته: ممكن أقابل سيدنا؟ أنا عارفة الوقت متأخر. قال لها ساخرا: هو أنت فاكراها بوابة عليها حد؟ ده سيدنا بيقابل أي حد، ادخلي حتى ولو الوقت متأخر، هو ما بيرحبش نفسه. دخلت الأرملة على الأنبا إبرام في المنظرة التي كان يستقبل فيها المترددين والزوار. قالت له: سلام يا سيدنا، أنا أسف على الإزعاج، لكن أنا عندي 4 أطفال والشتاء السنة دي برد جدا، ملاقيش عند قدسك بطاطين. قال لها الأنبا إبرام الذي كان لا يبقي معه أي مال إلا ويعطيه لأول سائل أو محتاج يطرق بابه. قال لها: للأسف يا بنتي مفيش في المطرانية بطاطين ولا حتى فلوس، وأنا حاسس بيكي يا بنتي، الشتاء السنة دي صعب جدا، بس ما تخافيش هيبعت، بس انت روحي ناديلي سمعان. راحت هي ونادت سمعان، فدخل وسأل سيدنا: عاوز حاجة يا سيدنا؟ قال له سيدنا: اطلع اوضتي هات البطانية اللي فيها. رد سمعان بغضب: مفيش بطاطين في حجرة نيافتك غير البطانية اللي على سريرك، ومش معقولة هتديها بطانيتك والجو برد شديد. قالت الأرملة ساعتها: مستحيل أخدها أبدا. رد الأنبا إبرام: ابن الطاعة تحل عليه البركة، اطلع يا سمعان هات البطانية وادها لها، وانت اسمعي الكلام وخديها غطي بيها أولادك. طلع سمعان وهو عمال يكلم نفسه، ده نسي انه راجل كبير في السن وعظمه ضعيف، هيعمل ايه ده طول الليل في التلج ده؟ خليه يمكن لما البرد يتعب ويتعلم الحكمة في العطاء. نزل سمعان وعطى البطانية للأرملة بعد إلحاح
من الأنبا إبرام، وقابلت الأرملة وأخذت البطانية، وخرج سمعان ليجلس مكانه يحرس المدخل. بعد شوية حضر الراجل وسأل: ممكن أقابل الأنبا إبرام؟ أنا عارف إن الوقت متأخر. رد سمعان بنرفزة: ولا يهمك، ادخل خليه يديك هدومه. دخل الراجل وفوجئ سمعان بعد شوية بالأنبا إبرام خارج بنفسه بينادي عليه ويقول له: سمعان سمعان، تعرف بيت الست اللي أخدت البطانية؟ روح ناديها وخليها ترجع بسرعة البطانية. فرد سمعان بغضب: ما أنا قلت لك يا سيدنا الجو برد وعظمك مش هيستحمل، ما تخافش يا سيدنا أنا عارف بيتها وهروح بسرعة. راح سمعان نادى السيدة وجابها وجاب البطانية، ورجعوا المطرانية لقوا سيدنا ومعاه الراجل الزائر. وكان طبعا طول الطريق سمعان عمال يبكت في الأرملة إنها قبلت تاخد بطانية الراجل الكبير العجوز. لما وصلوا قال الأنبا إبرام للأرملة: رجعي يا بنتي البطانية وروحي مع الراجل الطيب ده، معاه في العربية بره 10 بطاطين جداد، روحي خدي اللي يعجبك والعدد اللي يكفيكي. فقالت له بفرح: ربنا يخليك لينا يا سيدنا. استشاط سمعان غضبا وقال للأنبا إبرام: بقى ربنا بعت 10 بطاطين جداد وتروح تبعتني يا سيدنا في عز البرد عشان اجيب لك بطانيتك؟ دي كانت قديمة ومقطعة، كنت سبتها للصبح وكنت اتغطيت ببطانية جديدة. رد القديس الأنبا إبرام قائلا: معقولة يا ابني هيجيني نوم طول الليل وأنا نايم متغطي ببطانية جديدة، والمسيح بين قوسين يقصد الأرملة الفقيرة متغطي ببطانية قديمة؟ وإيه الأستاذ نبيل أندراوس نشر الصورة ديت ويبان فيها الأنبا إبرام أسقف الفيوم اللي هو على شمال الصورة. ربنا ينيح نفسه وينفعنا ببركاته وليتمجد اسم الرب. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين، شكرا لكم.